السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم دحماس، حرب الستة بحلقة 63. صار لي موقف اليوم، ما ادري ليش بقوله، لكن يلا ليش لا. كنت اصلح حاجة في السيارة كذا في محل هنا في وسط الحر كذا في الظهر، ويجي واحد معاه عصير في وجهي. انا طالعت فيه ايش في يعطيني العصير وسط الظهر والحر، ويطلع واحد من متابعيني احرجني يا اخي. المهم ان الموقف صار اليوم، فعشان كذا حبيت اقول كيف اشكركم على يا اخي، يعني اول مرة استفيد من متابعيني كذا. هو كل يوم انا استفيد منكم قصدي. طيب انا امزح معكم، ما على راسك، لكم احترمكم. موقف كان جميل رغم انه شيء رايق وبسيط كذا بس وسط الحر. خلونا نخش في مشاركاتكم الحين على السريع، لانه انا هرجي زايد. اول مشاركة من محمد الظاهري من الامارات، من العين، منورين. وهذا السيت اب ما شاء الله، شوف الجمال، شوف العين جديدة عليه، حركة شاشة كبيرة. طبعا الشاشة الاولى اللي على اليسار 49 بوصة 4K، الشاشة اللي على اليمين جنبها برضه شاشة تلفزيون 37 بوصة بس ريزولوشن 720، واللي تحت بنكيو 240 هرتز 24 بوصة، وشيء طبيعي انه بيلعب عليها هي الرئيسية، عشان كذا اهم شيء انها تكون هرتزات عالية 140 240. الطاولة هذه جاية بدرجين، درج على اليمين درج على اليسار. الطريقة هذه انا عجبتني، ماوس لوجيتك جي 402، ماوس باد من ريزر، وكيبورد هايبر اكس، الكيس من كولر ماستر نفس حق الاتش 500 ام، مواصفات البي سي اي 7 9700 كي على كرت 2060 ورامات 32 جيجا بايت، حبتين هايبر اكس 2660 ميجا هرتز، وحبتين جي سكيل 3200 جيجا هرتز. هذا برضو يعني شوفوا كيف، هذا برضو رد للي مشكك في الموضوع لين دحين. عادي مديك تشبك اثنين مختلفات من شركات مختلفة، في الاخير البيوس اللي راح ما يخلي فيه يعني مشاكل في الموضوع. انا ما انصحك تسويها، لكن لو مضطر يعني عندك رامين وما بتغيرهم، ولقيت ما في الا هذه الشركتين المختلفة، ما لقيت نفس ذا النوع، عادي مديك يعني تسوي ذي الطريقة. الطاولة الخشب جميلة، جاية مع البوية والباركيه الأرضي. على اليسار كونسل في حال أنه بيلعب على الشاشة الكبيرة، جاهزة كلها في منصة واحدة، طاولة واحدة. عنده إكس بوكس، بلاي ستيشن 1، بلاي ستيشن 2، كل الكونسولات. وحاط علم السعودية على اليسار، هو من الأمارات من العين. يا أخي ناس الأمارات جميلين، شوف كيف يعني. يعطيك العافية على المشاركة جميلة. نروح للستب اللي بعده، مشاري. وهذا الستب حق مشاري جاي ابيض في ابيض مع باركيه خشب، كل شيء تحسه نظيف. الستبات البيضة هذه تجي فيها مشكلة واحدة، انا تعجبني مرة جميلة، تحس انك في العصر 2025 مدري شيء زي كذا، بس كثرة الابيض، طاولة بيضة، ارضية بيضة، ماوس كيبورد ابيض زي هذا، الكرسي ابيض برضه. يعني المشكلة الوحيدة بس انه الابيض يا اخي يحتاج لعناية اكثر، يعني ممكن بعد فترة شهر كذا بتحس انه في وسخ صار او غبار باين او زيك. فاذا غرفتك نظيفة دائما ما راح يصير مشكلة، بس اذا غرفتك معرضة للوسخ ولا المنظر ما شاء الله زي ما انتم شايفين، الكيس مع الماوس الكيبورد البيضة. بالمناسبة هذا الماوس موديل او كيبورد كي 70 ام كي 2 سبيشال اديشن البيضة. الشاشتين جميلة، جاية بستاند واحد، كلها من بنكيو، الكيس اندز اكس تي اتش 500، ومواصفات البي سي رايزن 7 2700 اكس على كرت 2080 ورامات مو كاتب. حركة جميلة حطها في الستب انه كاتب ويلكم تو مشرس ستب مشرس، وقصده يمكن مختصر لاسمه مشاري، وجاية فيها انارة كذا داخلية، يعني حركة يعني ما قد شفنا زيها، حسها شيء لمسة الخاصة. ما ادري كيف سواها، وما هو كاتب ليش اللي سواه بالضبط، لكن كابل السلك اللي ينور الاضاءة الداخلية واضح انه مهتم فيه، لانه مو واضح بس السلك اللي من فوق اللي تحت هذا احسه يقهر مكانه غلط، فلو تشوف لك حل فيه. كابل مانجمنت بشكل عام برضو يعني كويس حق البي سي مع الشاشات من تحت مو باين شيء. كراتين القطع فوق حاطها مع فقرات زي ما انت شايفين بشكل مرتب. يعطيك العافية. نروح للستب اللي بعده من وليد، وهذا الستب وما شاء الله الستب حق هذا غريب ما تشوفوه كثير، يعني جايب شاشتين، واحدة طولية والثانية بالعرض، ولكن البي سي ما هو في اليمين، دائما البي سيات في اليمين، هذا لا حاب يتغير شوي في الجو، حط البي سي في اليسار وقلبه بهذا المنظر عشان تشوف محتوياته. الأرضية جميلة، الجدر ممكن اقتراح انك تحط ورق جدران بيطلع منظر اجمل من كذا، ولكن هذا الشيء راجع لك. الماوس جي 903، الكيبورد جي 910، الماوس باد من لوجيتك فيه ميزة عشان تشحن الماوس، لانه الماوس وايرلس، هذا راح يشحنه وايرلس يعني على طول خلاص بيشحنوا بعض.
ما يحتاج انك تشبك الماوس في السلك، هذه ميزه حلوه. الشاشه من MSI 144 هرتز والثانيه مو كاتب لي، لكن جميله جايه بالستاند كذا، تحسها مقطعه واحده، خصوصا انه ضبطها مع الخلفيه اللي ورا في سطح المكتب. ناس تفكر صح، شوف كيف ما شاء الله. مواصفات البي سي اي 7 8700 كي على كرت 2070 ورامات 16، مبرد المعالج بتبريد مائي مغلق، كيبل مانجمنت كويس، حافر في الطاوله، كراتين القطع حاطها فوق عشان تعطي منظر في السيت اب. والله انا مدري من كثر ما اشوف سيت اباتكم يا اخي الفتره الاخيره، التغيير جو يا اخي، بدل ما يكون بي سي عادي بس في اليمين وشاشه واحده كذا ولا جات في راسي افكار والله الحين، يعني بحاول ما بحرب سيت اب الدحماسي، بشوف ايش اسوي من فكره معينه زي كذا، او مو قصد القطع، نفس الفكره هذه الترتيب اللي انت في راسك، بعد فتره كذا تطفش بعد سنتين ثلاثه، فيعني نسوي ابديت ان شاء الله. يعطيك العافيه، نروح للسيت اب اللي بعده من دابي 19، وهذا السيت اب طبعا عنده بي سي وكونسل، ما شاء الله سيت اب البي سي يعني الورق الجدران هذا اللي فوق ما ادري كيف يعني جاي غريب، هل صار فيه حروف او مكتوب سبورت اكثر شيء انا شايف، ما ادري ليش مختار سبورت، لكن على اليمين برضه شعارات مختلفة مع الانارات حقت البي سي، شوف كيف طلعت على الورق الجدران جميلة، الماوس باد مع الكيبورد والاضاءة كذا جاي كأنه سيت اب نيون. بالمناسبة الماوس باد هذا 40 في 90 سنتي ار جي بي من ام اس اي، الشاشة الاولى من بينكيو اكس ال 27144 والثانية سامسونج 60، ماوس لوجيك جي 502، كيبورد رازول ار جي بي. ومواصفات البي سي عندكم معالج رايزن 5 2600 على كرت ام اس اي ار اكس 580 على رامات 16 جيجا بايت، كلها في الكيس الجميل هذا من كولر ماستر ام بي 511 ار جي بي، في برضه مراوح كولر ماستر 6 حبات ار جي بي مركبها تعطي المنظر اللي شايفينه قدامكم. سيت اب الكونسول اكس بوكس 1 وشاشه فل اتش دي 50 بوصه مع ساوند سيستم، انا انصحك بعدين تجيب لك 4K. سيت اب جميل، يعني دمج البي سي مع الكونسول في غرفه واحده حشرهم في زاويه، الكابل مانجمنت حق البي سي ملصق وبلصق بدل ما يشتري كليبسات ما ادري، فريح نفسه ما ادري. يعطيك العافيه، نروح للسيت اب اللي بعده من زيرو، ذكرتني بزيرو الاصلع متل جير سوليد، وهذا السيت اب ما شاء الله شيء نظيف شيء فاخر، شوف كيف الزاويه مع البركه الخشب وتناسق الالوان مع ورق الجدران مع الطاوله، كل شيء متناسق الوانه ما عدا الكرسي، احس انه ازرق، لكن ما شاء الله كل شيء ثاني جميل جدا. نبدا بالماوس جي 502 لوجيتك، الكيبورد كي 95، الكيس من فانتكس اللون جميل برضو جاي مع الطاولة، ومواصفاته 1080 تي اي الكرت، الرامات 32 جيجا بايت، المعالج اي 7 7700 كي، مواصفات من الجيل اللي نازل قبل سنة ونص سنتين شيء زي كذا، وما شاء الله ما يحتاج تغيرها من ذحين اقول لك. تبريد ماين زد اكس تي كراكن اكس 62، ماوس باد من كورسير، اللون برضو الرمادي جاي جميل مختار بعناية، احسه مناسب مع إدراج الطاولة. الشاشة العريضة هذه من LG 34 بوصة كيرفد الترا وايد 165 هرتز، هي اللي حلت احس السيت اب، لانه لو شاشة اقصر او 24 او 27 راح تكون في شيء ناقص، لكن سيت ابك طويل نوعا ما فعشان تغطي الشاشات فانت اخذت شاشة عريضة، يعني في ناس يحبوا الشاشات هذه، انا مشكلتي بس معاها انه لما العب احتاج شاشة ثانية عشان احط فيها ديسكورد او اي شيء ثاني، فهمت؟ هذه ما تقدر، او يعني لو بتسوي الحركه لازم انك ما تلعب على فل سكرين، وفل سكرين تير فريمات راح تجيك كامله في الكرت، لكن بدون فل سكرين راح يجيك دروبات، فما تقدر باختصار بس، لكن مره كويسه يعني اللي الناس اللي يبوا سيت اب شاشه واحده ونظافه كذا حلو. كيبل مانجمنت اسطوري في ذا السيت اب ما شاء الله، الماوس الكيبورد اسلاكه محشوره بطريقه جميله، الانارات موزعه بشكل ممتاز، والطاوله هذه اعيد اكرر انا خقيت معها. يعطيكم العافيه، وهذه اخر مشاركه، صوتوا لاجمل واحد تشوفوه، يبالي اسمي ذا الحلقه، حمستوني اضبط سيت ابي. هذا كل شيء، يعطيكم العافيه، شكرا لكم، السلام عليكم.